السلام عليكم، انا معكم اخت مليكه بنت سيد طيبي. عندي واحد الوليد مريض الله يرحم الوالدين، خاصو سكانير ب 14000. تيسالوه ليا في السبيطار ديال النعاس، باش كنعس 3 ايام ب 15000، سوم 5000 ريال الليله، وطالبني سكانير يدير 30000، وطالبني عليه يدو تدير 16000. الراديو كبير والله يرحم لكم الوالدين والكرا، راه ما مستطاش نخلصو، تنخدم على 700 درهم في القهوه. المحسنين داك الشيء تشوفوني ساعدوني على وديت هذا الوليد الله يرحم لكم الوالدين. بغينا نعرفوا اكثر هذا الوليد مناش كيعاني. مناش يعاني؟ قالوا لي عنده الصرع، قالوا لي مريض، باقي لنا خصنا نعرفوا بهذا السكانر الكبير شنو عنده. عطاه السكانر الاول؟ السكانر الاول ما بان ليهم حتى شي حاجه في هذا السكانر هذا، شنو نتوما تشوفوا. والسكانر الكبير اللي باغي نديرو ليه باسط، باش نديرو ليه راه 9 شهور دابا، واش نتسنى انا باش خارج ليا الوراق وما درتهمش. شحال هذا الوليد وانا عاد في السبيطار؟ 3 ايام. 3 ايام داروا فيه السكانر، وداروا فيه السكانر وداروا فيه التحاليل، وعطاو هاد الدواء هاد السيرو هذا هو اللي كان باش مابقاش خلاه تيطيح، بقى يطيح يتكل. ومنين نعسات 3 ايام السكانر باش درتيه؟ درتو فا ما ملي درتو داروه ليا، قالوا لي راه الفلوس، قلت لهم ما عنديش باش. وشنو الضمانه؟ ضمانه لاكارت ديالي شدوه ليا. لاكارت ناسيونال؟ اه هو اللي شدوه ليا في سميتو. شحال دابا هو لاكارت ناسيونال ديالك عندهم؟ عندهم شي طالب 10 شهور دابا. 10 شهور لاكارت ناسيونال عندهم؟ اه هو عندهم. يعني ما كتحتاجيش لاكارت ناسيونال ديالك دابا، ما كيطلبوا لك حتى شي حاجه. ما كيطلبوش، انا درت راني درت واحد اخر، واخر بقى عندهم. باش شدني ما استباش ندير حوايج اخرين، كيصيفطوا لي خواتاتي من كاينين حتى هما غادي يخدموا حتى هما، كيصيفطوا لي مره الكرامه ما مخلصاش. 4 شهور هادي وضو تيتسال لي 4 شهور هادي. الله يرحم لكم الوالدين، راه تنخدم غير في قهوه تنغسل المواعين 700 درهم النهار، مره خدامه مره ما خداماش. وانتم تشوفوا صحاب المحتيات الدري كان صحيح، راه اللي ضربوه ما عطلو، لقيت عليه يد وتيطيح تيبقى يتركل، ضرب عام هبط لي داك الشيء رجلو النيت نفس اليسر النيت ديالو. الله يرحم لكم. تيقدرش يتمشى دابا؟ تيتمشى وتيجرع كيخمع بها يعني. تيخمع بها وليد دايم تيدير بها حتى شي حاجه. كولي شحال في عمره تقريبا؟ 7 سنين. عنده 7 سنين. عنده 7 سنين. الله يرحم لكم الوالدين. انتم تتشوفوا لما عاونوني باش ما سخاكم الله، وانتم تتشوفوا كل شيء على عينيكم، الله يسهل عليكم اصحاب المحسنين. وانتم تتشوفوا الحاله، انتم تتشوفوا لا محل لا سكنه لا حتى حاجه. كنتي فيها ديالك ولا كاريه؟ لا غير كاريه بيت. كاريه غير بيت؟ اه ب 8000 ريال، وتتسني من 4 شهور هادي والضو مخلصه شهر، وهاد الشهور اللي بقاو ما خلصتهمش. ولا انتم تتشوفوا الحاله، الله يرحمه ويكون يبغى يعاونني، الله يسهل عليكم في هاد العواشر هادي، في هاد العيد الكبير الله يسهل عليكم. انت ما عندكش الرامي؟ ما عنديش الرامي، عندي لاكارت. ما حاولتيش باش نسكن هنا؟ شحال باش جيتي سكنتي هنا؟ هنايا شي 4 شهور. 4 شهور في هاد البلاصه هادي؟ في هاد البلاصه هادي شي 4 شهور. وقبل؟ وقبل كنت نسكن عاوتاني في الجبل اللي هي الطلعه ديال الجبل ديال سي طيبي. ديال سي طيبي وما بغاش يساعدوني باش يصاوبوا لي لاكارت. الله يسهل عليكم، الله يرحم الوالدين. هاد الدري راه كان صحيح، والام ديالي انا عندي جوج عمليات، جوج مارسه من رجلي، ما تنقدرش نخدم شي خدمه ديال التماره بزاف، غير شي حاجه بالواقفيه بحال هكا غسل المواعين ولا هذا في الكوزينه، تجفاف ما نقدر نجفف حتى حاجه ما نقدر ندير. الله يرحم لكم الوالدين اللي تشوفوا، ساعدوني على وديت هاد الوليد، الا كرا لا باش نخلص لا سميتو لا فاش ندير حوايجي لا حتى حاجه. المهم هو وليدي انا باش نشوفوا كيفاش صحيحته هي كلشي. الله يرحم لكم الوالدين، وهذا الشيء اللي كنطلب منكم.